سلام، معكم حمزة وحداوي في الابيزود الخامسة ديال بروبابيليتي. كما وعدتكم اليوم غادي ندير لكم تمرين شامل فيه بيرميتاسيون لارانجمون دي كومبينيزون. اذا جمعنا هادشي كامل غادي نقول لكم بلي غادي ندير لكم تمرين في لاناليز كومبيناتوار كاملة. كلكم عارفين بلي درت البيرميتاسيون في حلقة بوحدها ولارانجمون وتا الكومبينيزون، ولكن غتسولوني علاش زدت هاد الفيديو هذا، حيت الصعوبات اللي كتلقاوها هو ملي كيتحط لكم التمرين ما كتعرفوش فين غتمشيو، كتكونوا تالفين ما كتعرفوش واش غديروا بريمطاسيون ولا لارونجمون ولا كومبينيزون. داكشي علاش انا ما غادي نعطيكمش لا ديتاي في هادشي باش كل تمرين تعرفوا كيفاش تتعاملوا معاه. بلا ما نطول عليكم، التمرين كاين في الديسكريبسيون، غادي تدخلوا غادي تقراو، غتحاولوا تخدموا بوحدكم من بعد غتكملوا معايا. عندنا دي بلاك دي ماتريكولاسيون فيهم دي لتر و دي شيفر. شحال ديال لي لتر؟ 3. وشحال ديال لي شيفر؟ 5. لا ليتر الاولى، لا ليتر الثانيه، ولا ليتر الثالثه، والشيفر الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. حنا شنو عارفين في لا ليتر؟ كاينين 26 اللي هما الالفابي، دونك غادي ناخذوا 3 ديال لا ليتر ما بين 26. 3 ليتر بارمي شحال؟ 26. لي شيفر شحال ناخذوا منهم؟ 5. 5 ديال لي شيفر بارمي، و لي شيفر عندنا 10 واللي هما من 0 و 1 2 3 حتى 9. دونك 5 شيفر parmi 10. لحد الان باقي ما حددتش واش عندي بيرميتاسيون ولا ارانجمون ولا كومبينيزون، ولكن شنو كتلاحظوا؟ عندي 3 ديال لي لتر ما بين 26 و 5 ديال لي شيفر ما بين 10. دونك غادي نديروا واحد لارانجمون، حيت غادي ناخذ واحد العدد صغير من واحد العدد كبير. دابا غادي نشوف واش هاد لارانجمون افيك ريبيتيسيون ولا سون ريبيتيسيون. في التمرين قلنا لي لتر ديستانكت 2 ا 2، دونك ريبيتيسيون ما كايناش، ارانجمون سون ريبيتيسيون. Ou les chiffres, gagnent non nécessairement distincts. Donc la répétition, mon qu'est-ce qu'on arrangement avec répétition. Hadiya A, tlacha, sechrin, chanes tlacha mebid sechrin, c'est un arrangement sans répétition. Hadi, yachara, ous, khamsa, chanes khamsa, mebid achara, ou l'arrangement est avec répétition. Ou faites les matricules, kamin, edna 3 lettres et 5 chiffres. Dik E, quand je vois hna, fil proba, fois. Donc, la probe كاملة غتعطيني هي 1, 3, 26 fois 10 à la puissance 5. Par contre, كون كانت عندي أو ولا أو غادي ندير بلوس في بلاصة الفوا. في السؤال اللي موراه عطاونا جوج ديال لي لتر فيكسهم لينا وقال لينا شنو هما هاد لي لتر. Il commence avec A ou Z. Donc, بقى ليا غير هاد لا لتر الثالثة. C'est 1, 2, 3 ou 4 ou 5. كما كتلاحظوا هادي بقات هي هي، دونك هادي هي 10 5، غادي يبقى ديما فوا. في التوتال خصني نهز 3 ديال لي لتر، ديجا زيد جوج، دونك شحال غادي نزيد؟ غنهز وحدة أ واحد، حيت غادي نهز اون سول لتر. دابا بقات ليا من شحال غادي نهزها، شحال ديال لي لتر في لافابي اللي بقاو ليا؟ حنا حيدنا جوج، دونك 26 ناقص جوج هي 24. واصلا علاش حيدنا دوك جوج؟ حيت ما كايناش ريبيتيسيون، ميمكنش نهزو أ في الأول ونعاودو نهزو عاوتاني أ، داكشي علاش حيدناها. كون مكانش عندنا ريبيتيسيون نقدرو نهزو حتى 3000 مرة. السؤال اللي موراه بحالو، ولكن هنا فيكسينا غير واحد لا ليتر وحدة، دونك غادي نهزو جوج ديال لي ليتر. غنهزو جوج، كيما قلتليكم فيكسينا ليتر وحدة، دونك أون سول ليتر اللي حيدناها من لي زالفابي شحال بقاو لنا؟ 25. السؤال اللي موراه غتكون ا، دونك غادي يبان لكم بحالو بحال السؤال اللي قبل منه، راه ما حدوش لينا فين كاين هذيك ا، واش في البلاصه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. ا تقدر تكون هنا في الاول، ا تقدر تكون في البلاصه الثانيه، وتقدر تكون حتى في البلاصه الثالثه. دونك شحال؟ واحد، جوج، ثلاثه. كما لاحظتوا الاي يقدر يجي في ثلاثه ديال البلايص، دونك غادي نضربوا الغازل تاع اللي خرجنا قبل اللي هو هذا، نضربو في 3. السؤال اللي موراه ماتريكول كيبدا ب أ و تسالي بواحد جوج ثلاثة، دونك هادي هي 10 أس جوج. علاش؟ حيت ناخد جوج ما بين 10 ديال الأرقام لي عندي. هنا الخطأ اللي غادي يوقعو فيه بزاف ديال الناس، هما غادي يمشيو يديرو غير 7 ما بين جوج، حيت ديجا خشارو 3 و 10 ناقص 3 هي 7. هنا لا، حيت الغيبيتيسيون ممكن تكون، نعطيكم مثال، عندي 5 ديال الأرقام في الاول ما كانش الريبيتيسيون، دونك هاد العدد الا خديتو ما خصنيش نعاود ناخذو، دونك شحال بقى ليا ديال الاحتمالات؟ 5 ناقص هاد الواحد اللي هما 4. في الريبيتيسيون هنا في هاد الحاله ملي كتكون، دونك نقدر ناخذ هذا ونعاود ناخذو ونعاود المره الثانيه الثالثه، شحال ما بغيت ناخذو نقدر ناخذو. وهادشي علاش 10 غتبقى ديما، غادي تبدل غير داك لو نومبر اللي غادي ناخذ منه.
انا خديت 3 فيكسيشن، دونك شحال بقى لي غادي ناخذ؟ جوج. جوج ما بين 10. وهذه راه ديجا حسبناها جوج 25 غادي لفوا. قبل ما تمشيو غادي نعطيكم واحد لاسيوس باش تحسبوا هاد ا بطريقه سهله. دونك بحال دابا هاهي هاد ا جوج 25 شنو كتساوي؟ بلا ما تبقاو تقلبوا بزاف في الكالكوليتريس، هي شنو 25 فوا الرقم اللي قبل منه 24. انا علاش حبست في هذا الرقم هذا وما كملتش؟ ما مشيتش 23 حتى 22 حتى هذا حتى لواحد، حيت شنو عندي 25 جوج، دونك كنحبس في جوج. مثلا ثلاثة نديرو 20 شحال هي 20، كندير ثلاثة فوا واحد جوج ثلاثة، 20 ناقص واحد هي 19 فوا 19 ناقص واحد هي 18 كما كتشوفو، ها واحد ها جوج ثلاثة. هادشي اللي كاين في هاد الابيزود، هادشي اللي كاين في التمرين، كنتمنى تكونوا استفدتوا بالماكسيموم ديالو، باك راه تكونوا استفدتوا منه كامل، تكونوا فهمتوا حتى نتوما، شرحوا لصحابكم حيت راه مهم بزاف التمرين. باش في لاباج ديالي في فيسبوك تدخلوا ليها ديروا ليها جيم وديروا ريسيفوار لي نوتيفيكاسيون، بحال هكا اي تمرين حطيتو غادي يوصلكم في النوتيفيكاسيون. وضروري هاد التمارين كنشرحهم وكندير لهم كوريكسيون في هاد لاشين، دونك تابونا. كان معكم حمزه الخداوي، نلقاو في الحلقه الجايه.